أيها السادة السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تلفزيون جمهورية الصومالي لاند أحييكم وأقرأ على حضرتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. ومن أهم العناوين في هذه النشرة: مشاركة فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زليعي نائب رئيس جمهورية الصومالي لاند في تشييع جثمان عاقل عبد الله أحمد والذي وافته المنية بإقليم أوضل اليوم. وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الصومالي لاند واجتماع هام مع نظيره بدولة جيبوتي بالعاصمة الجيبوتية. وزير وزارة العدل بالصومالي لاند وافتتاح مسجدا بمقر الوزارة مولته هيئة الهدى الوطنية. نائب القائد العام لقوات شرطة الصومالي لاند وحديث تلفزيوني عن أهم الأعمال التي قامت بها الوزارة. وزارة الأشغال العامة للصومالي لاند وندوة هامة هدفت إلى توعية الأجانب العاملين بالصومالي لاند. مباحثات بين كيري ولافروف لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. والذكرى 38 للذكرى الأرض بفلسطين. أيها السادة والسادة، كانت هذه أهم العناوين في هذه النشرة، وإلى حضرتكم النشرة بالتفصيل. شارك اليوم النائب رئيس جمهورية الصومالي لاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزليعي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، شاركوا في تشييع جثمان عاقل عبد الله أحمد أحد الدعائم الرئيسية لاستقرار الأمن بالصومالي لاند والذي وافته المنية اليوم بإقليم أوضل. شارك اليوم نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزليعي في تشييع جثمان العاقل عبد الله أحمد أحد الدعائم الرئيسية لاستقرار الأمن بصومالي لاند الذي وافته المنية اليوم بإقليم أوضل. وهذا وشارك في تشييع جثمانه عدد من الوزراء، مديري العام بالوزارات الحكومية وأعضاء المجلس الشيوخ والنواب. هذا وفي كلمة لفخامة نائب الرئيس الجمهورية: نعى من خلالها الله القدير بأن يتغمد المرحوم فصيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المتحدث الرسمي لقصر الرئاسة أحمد سليمان رحل. التقى اليوم وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الصومالي لاند معالي علي ورن عدة، التقى بنظيره لدولة جيبوتي معالي عمر حسن محمد خلال لقاء هام بدولة جيبوتي. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على أمور هامة أمنية تهم البلدان. أفادت الأنباء عن وفد وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الصومالي لاند معالي علي ورن عدة والذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى دولة جيبوتي تلبية لدعوة رسمية من قبل نظيره بدولة جيبوتي معالي عمر حسن محمد وزير وزارة الشؤون الداخلية لدولة جيبوتي. هذا والتقى النظيران في اجتماع مطول جمع مسؤولين كبار بالدولتان من بينهم عبد الله فضل إيمان وكولونيل عبد الله عبدي. هذا وصرح كل من الوزيران عقب انتهاء هذه المباحثات لوسائل الإعلام، أشاروا من خلال كلمتهم إلى أهمية هذا اللقاء دوما وأن اللقاء أثمر عن نتائج ناجحة. وتم أيضا الاتفاق خلال عن نواحي عدة أمنية، كما صرح وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الصومالي لاند معالي علي ورن عدة لوسائل الإعلام، شكر من خلال كلمته أولا دولة جيبوتي المضيفة على حفاوة الاستقبال، كما أشار أيضا إلى أنه تم الاتفاق حول تقوية النواحي الأمنية والتعاون المشترك فيما بين بلدان. هذا كما حضر اللقاء مسؤولون كبار بكلتا الدولتان. شارك اليوم وزير وزارة العدل بجمهورية الصومالي لاند معالي حسين أحمد عيديد، شارك في مناسبة كبيرة للإعلان عن افتتاح مسجدا كبير بمقر وزارة العدل بالعاصمة هرجيسة، وشارك في مناسبة عدد كبير من المسؤولين وضيوف شرف آخرون ومندوبي الهيئة الممولة هيئة الهدى الإسلامية. شارك اليوم وزير وزارة العدل بجمهورية الصومالي لاند معالي حسين أحمد عيديد، شارك في مناسبة كبيرة للإعلان عن افتتاح مسجدا كبير بمقر وزارة العدل، وشارك في المناسبة عدد كبير من المسؤولين ومسؤولي الهيئة الممولة هيئة الهدى الوطنية الإسلامية. وتحدث بكلمة بداية وزير وزارة العدل بجمهورية الصومالي لاند، أشار من خلال كلمته إلى أهمية هذا المسجد لخدمة كافة المصلين عامة وموظفي الوزارة خاصة. كما تحدث في المناسبة بكلمة نائب وزير وزارة العدل، أشار من خلالها إلى اجتهادات هيئة الهدى الإسلامية وأهدافها السامية خاصة في المجالات الدينية،
كما تحدث بكلمة أمين عام هيئة الهدى الممولة لهذا المسجد شيخ عبد الناصر إيد محمد، أشار من خلال كلمته إلى الأعمال العديدة الخيرية التي قامت بها الهيئة الوطنية في مجالات عدة من بينها إغاثة المتضررين ومحدود الدخل. هذا وقد حضر هذه المناسبة ضيوف شرف آخرون. صرح اليوم النائب قائد العام لقوات شرطة جمهورية الصوماليلاند عقيد عبد الرحمن ليبان أحمد من خلال حديث تلفزيوني عن أهم الأعمال التي قامت بها الوزارة أمنيا خلال الفترة السابقة. صرح اليوم نائب القائد العام لقوات الشرطة بجمهورية صوماليلاند العقيد عبد الرحمن ليبان أحمد من خلال حديثه لتلفزيون القومي الصوماليلاندي، تطرق من خلال حديثه إلى عدة مواضيع هامة من بينها الحالة الأمنية العامة لجمهورية صوماليلاند خاصة العواصم الرئيسية، مشيرا إلى أنها في أفضل حال واستقرار. هذا كما تطرق نائب القائد العام لقوات الشرطة الصوماليلاندية إلى حادثة القتل التي وقعت مؤخرا بالعاصمة هرقيسة، وأشار أن القوات الشرطة ألقت القبض على مرتكبي هذا الحادث وجاري محاكمتهم. هذا وكما تطرق أيضا إلى أعمال التي تقوم بها القيادة الصوماليلاندية للشرطة، إشارة إلى أنهم في صدد عمليات توسيع شاملة لكافة مراكز الشرطة بالمدن والقرى الأقاليم جمهورية صوماليلاند وتعزيزها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار بصوماليلاند. عقدت اليوم ندوة علمية نظمتها وزارة الأشغال العامة بجمهورية صوماليلاند بالعاصمة هرقيسة، هدفت إلى توعية الأجانب العاملين والمقيمين بالصوماليلاند عن تاريخ الصوماليلاند وعاداته وتقاليده. عقدت اليوم ندوة علمية نظمتها وزارة الأشغال العامة بجمهورية الصوماليلاند بالعاصمة هرقيسة، وهدفت إلى توعية الأجانب تجاه تاريخ الصوماليلاند وعاداته وتقاليده. وفي بداية المناسبة تحدث مطولا المدير العام بالوزارة، أشار من خلال كلمته بأن هذا اللقاء خاص لتوعية الأجانب كافة والعاملين بجمهورية الصوماليلاند وضرورة معرفتهم بتاريخ الصوماليلاند ومراحلها العديدة وعادات الوطن أيضا وتقاليده. كما تحدث بكلمة سعادة آدن شيخ وهو أحد العاملين إلى جانب وزارة الأشغال العامة، أضاف من خلال كلمته إلى المعرفة العامة والواجبة على الأجانب العاملين والمتواجدين بالصوماليلاند بنواحي الصوماليلاند ومراحله التي مر خلالها ومن بينها خاصة الأمور الدينية والإسلامية من أجل تقديم أفضل ما عندهم للوطن والمواطنين من أعمال. هذا كما شارك في المناسبة مسؤولون كبار وضيوف شرف آخرون. أفادت الأنباء اليوم بمقاطعة جرأدق بأن مسؤولين كبار بوزارة التربية والتعليم قاموا بجولة تفقدية إلى عديد من المدارس الابتدائية والإعدادية بالمقاطعة. أفادت الأنباء اليوم بمقاطعة جرأدق بأن مسؤولون كبار بوزارة التربية والتعليم لجمهورية الصوماليلاند قاموا بجولات تفقدية لبعض من المدارس الابتدائية والإعدادية بمقاطعة جرأدق، ومن بين هذا الوفد الزائر سعادة سعيد دعالة منسق الوزارة بالمقاطعة وسعادة صلاة جامع مسؤول المدرسة الابتدائية الإعدادية بالمقاطعة. وصرح الاثنان لتلفزيون جمهورية الصوماليلاند الوطني خلال كلمة ألقوها، أشاروا من خلال حديثهم بأن العدد الإجمالي للطلبة والطالبات بالمدرسة هو 561 طالب وطالبة. كما تحدث سعيد دعالة أحد المراقبين التعليميين بإقليم سناج، أضاف من خلال كلمته إلى مدى التقدم الذي شهدته معظم المدارس الابتدائية والإعدادية بكافة ربوع إقليم سناج. كما تحدث أحد مسؤولي مقاطعة جرأدق، أشار من خلال كلمته إلى مجهودات رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو وتوصياته الدائمة في نواحي عدة بالإقليم وإقليم سناك عامة خاصة بالمجال التعليمي. عقدت يوم أمس بمدينة الشيخ التابعة لإقليم الساحل، عقد لقاء موسعا هدف إلى رفع المستوى العام للموظفين بمجلس المحلي بالإقليم، شارك فيه عدد كبير من المسؤولين وضيوف شرف آخرون. عقد يوم أمس بمدينة شيخ التابعة لإقليم ساحل لقاء موسع هدف إلى رفع المستوى العام لموظفي الهيئات الحكومية بالإقليم لا سيما المجلس المحلي لتعود بالنفع على المستوى الأعمال الوزارية خاصة وعامة. هذا وقد عقدت هذه المناسبة بمقر المؤتمرات بمدينة الشيخ. وفي بداية المناسبة تحدث بكلمة كل من سعادة الدكتور سعيد عبد الله أحمد مسؤول قسم التخطيط
والمشاريع وسعادة مبارك عبد الله حسن مندوب وزارة الشؤون الداخلية إلى الإقليم. قام خلال هذا اللقاء باستعراض الدروس التي قدمت إلى كافة المشاركين وأهمية هذه الدروس وقيمتها من أجل رفع كفاءة الموظفين بالمجلس المحلي. كما تحدث أيضا علي محمد حاجي عبد الله، أشار من خلال كلمته إلى الفوائد العديدة التي تعود على المشاركين، مضيفا إلى أن المجلس المحلي أقام وعقد لقاءات عديدة من قبل، وأن هذا اللقاء ليس هو الأول. كما تحدث كل من عبدي عرتن ونائب عمدة مدينة برعو سعادة عثمان محمد عثمان، حثوا من خلال كلمتهم المشاركين بضرورة تطبيق ما تعلموه لخدمة الوطن والمواطنين. وفي الشأن العالمي، عقدت مباحثات مفاجئة بين كيري ولافروف في باريس لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وتأتي هذه المباحثات في أعقاب تحذير أمريكي عن ازدياد الأزمة سوءا بأوكرانيا. تأتي هذه المباحثات في أعقاب التحذير الأمريكي من أهداف وصفتها واشنطن بالحشد الروسي الكبير على الحدود الأوكرانية. وقالت روسيا رسميا أنها وواشنطن تخشى احتمال حدوث غزو بري روسي لأوكرانيا. موسكو تؤكد أن لا نية لها لذلك. وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس الأحد محادثات أمريكية روسية مفاجئة بشأن الأزمة الأوكرانية. ووصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى باريس للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، وكان الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين قد أجريا الجمعة محادثات هاتفية بشأن المقترحات المحتملة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا. وتقول التقارير أن مباحثات باريس سوف ترتكز على الاقتراحات الأمريكية ناقشها الرئيسان. وقال البيت الأبيض أن أوباما وبوتين ناقشا مقترحا أمريكيا يقضي بتوقف موسكو حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 38 ليوم الأرض، وذلك وسط مضايقات أمنية من جانب الاحتلال الإسرائيلي بعد رفضهم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى الفلسطينيين. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 38 ليوم الأرض وسط مضايقات من الجانب الاحتلال الإسرائيلي وتعثر المفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. في هذا اليوم يستعيد الفلسطينيون ذكرى استشهاد 6 فلسطينيين في 30 من مارس آذار عام 1976 برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء مظاهرات نظمت احتجاجا على مصادرة سلطات الاحتلال آلاف الدمنات التابعة للملكيات الخاصة وأراضي المشاعة بمنطقة الجليل ذات الغالبية الفلسطينية، التي أعلنت إضرابا شاملا مما دفع قوات الجيش لاقتحامها ووقوع مواجهات. ورغم الهجمة الشرسة لمعسكر اليمين الإسرائيلي بتحريض الفلسطينيين لمنعهم من إحياء وفعاليات يوم الأرض وتكثيف الاستيطان ومشاريع التوهيد، شهدت بلدات الداخل الفلسطيني حراكا شعبيا ومظاهرات غضب تمهيدا لإحياء يوم الأرض. وقبيل إحياء الفلسطينيين هذه الذكرى، أعلن الجيش الإسرائيلي قرية الجفتك في منطقة الأغوار الوسطى منطقة عسكرية مغلقة بعد أن طرد طواقم الصحفيين من المكان وعزز وجوده تمهيدا لإخلاء الشبان الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب من القرية. وبمناسبة ذكرى يوم الأرض، دعا الائتلاف الشباب الانتفاضة أبناء الشعب الفلسطينيين وخاصة الشباب إلى انتفاضة يوم الأرض في وجه الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء فلسطين وعلى نقاط التماس. أيها السادة والسادة، كان هذا آخر خبر أذيع لحضرتكم في هذه النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة.